استغل ان انا كنت نفسي ابقى مذيعه واسالك سؤال. اتفضلي. انت عمال بقى طول الحلقه تتكلم عن اكل ست الوالده طبعا وتشكر فيه. انا كلمت انا ما فتحتش حاجه. انت عمال طول الحلقه تقول اكلت مش عارفه ايه. الصراحه انا مشكله عندي على الاكل بتاعها. فانا كنت عايزه اعرف طب انت اتعلمت بقى الاكل من مين؟ من والدتك ولا من والدك؟ طبعا كلنا عارفين ان والدك الشيف الكبير والشيف الشربيني استاذنا كلنا. هقول لحضرتك على حاجه. انا اتعلمت الاكل بدايه الدخول المطبخ مع امي. لان دايما طبعا والدي شغال فمش بخش مع المطبخ. وكان والدي ما عندوش ثقافه ان احنا نروح معاه الشغل غير ما يكون يعني ما فيش ايه فكره ان انت تروح مع ابوك الشغل دي ما كانتش عندنا. غير لما انا كبرت واتعلمت بقى رحت الشغل. اما طول الفتره وانا صغير كان كنت يعني صغير جدا بخش مع ماما المطبخ وبخش اتعلم منها بتعمل ايه واكل اللي بتعمله والحاجات اللي هي بتاعت اي طفل بيعملها. فمن هنا بدات الحكايه. يعني الوالده هي اللي حببتك في الموضوع الصراحه. على عكس ما احنا كلنا كنا فاهمين. لا يعني الاب طبعا ده فوق كل اللي بنتكلم فيه ده كله. بس انا بتكلم في المنبع الحكايه الام لان احنا البيت اللي بيطبخ ماما واللي بيطبخ احلى مننا كلنا برضو ماما. بكده البيت فيه ثلاثه شطار. لا حضرتك والشيف شربيني وماما. لا دي في كفه وكل المهنه بمجالاتها في كفه تانية. طبعا ده ليه طعم وده ليه طعم تاني. اكل الامهات لا يعلى عليه. يعني مهما هنقول كل واحد فينا عنده اكل مامته احلى من اكل مامه اي حد. اكيد بارك بقى انت لو شايفها هتقول بقى كان عشان انت عارف وفاهم الشغلانه. لما كانت تبقى عايزه تريح بقى مين بيطبخ فيكم في البيت؟ ولا حد. ولا حد خالص. والله عمرها والله عمرها ما ريحت لحد امبارح والله العظيم. بتقف عليك ربنا يشفيها ويشفي امهاتنا يا رب. امين يا رب. ربنا يخليك. حاضر. فالموضوع ليه علاقه بس بالفكره ان الارتباط من اي طفل زي ما انتوا كلكم حضراتكم سالتكم دلوقتي بسال السؤال اللي حضرتك سالتيه بس بشكل تاني. فبتقولي لي دي تقول لي حضرتك ابنك عبد الرحمن صح كده؟ انا ايوه بالظبط. فهو ده بقى بكره ان شاء الله ربنا يحميه ويحفظه يا رب. مثلا حب بقى شاف اتعلم وكبر وبقى كذا فهيرجع يقول برضه مامته مش هينفع يقول حاجه تانية. لاني انا حتى كمان لما قلت الفكره دي ما قلتش جامعات ما قلتش كليات ما قلتش مدارس ما قلتش الاساس فين؟ تبقى الام دايما هي الام. بصي انا وانا صغيره كنت بقى في رجل ماما كده وهي بتطبخ. المدرسه الاولى في كل حاجه التربيه والتعليم والاكل والاخلاق وكل شيء. لان هي الطفل بيبقى دايما قاعد في حضن مامته فكل حاجه بيكتسبها من التعليم ومن التربيه والى اخره. الاب دايما انا كاب برضو يعني ما بعملش ده برضو لحد دلوقتي كلنا هذا الشخص. فالفكره كلها بترجع للام. ربنا يحفظهم يا رب جميعا يا رب.